معنا أبو عبد الله من العراق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ العزيز؟ حياك الله. حياك الله. شلون شيخي أدمان الخميس؟ حياكم الله، مرحبا. الله حينباك ويسلمك ويحفظك. أريد بس أن الشيخ عثمان الخميس، أكو حديث سيدنا عمر يقول بئس بمقام لا يوجد فيه أبو الحسن، هل هذا موجود أم أنا سمعته يعني متواتر عند الناس؟ بئس إيش؟ في العراق. مرة ثانية تعيدها. أعد الحديث. بئس بمقام لا يوجد فيه أبو الحسن. المقام؟ بئس بمقام لا يوجد فيه أبو الحسن. يا سلام، معضلة يقصدها. حديث كان مقولة عن سيدنا عمر. ماشي، نشوف إن شاء الله. إيه، وريد تفسير الآية اللي تقول بل هم كالأنعام بل أضلوا سبيلا، منهم اللي كانوا مقصودين وفي وقتنا حاضر منهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أبو يقول بئس المقام ليس فيه أبو الحسن. أما محبة عمر لعلي بن أبي طالب هذه معروفة جدا. نعم. ولا شك أن عليا كان من جلساء عمر رضي الله عنه، المقربين لعمر، بل هو صهره. وأما قضية أنه قالها، لا يستبعد أبدا أن يكون عمر قال مثل هذا الكلام، ولا شك أن مجلسا فيه علي لا شك أنه مجلس مبارك. نعم. يقول